أجواء شهر رمضان في العديد من المحافظات اليمنية لا تشبه غيرها كباقي أيام السنة، وقد لا تشبه بعضها من محافظة إلى أخرى، فلياليه ونهاراته تضج بالعديد من الطقوس التي يستحسنها وينتظرها الناس، أحدها الجلوس في المساجد للذكر وترتيل آية القرآن بالنسبة للرجال على وجه الخصوص. هنا ترى الكبار يملؤون جنبات المسجد ويسبحون بين سطور المصاحف وهم يتمتمون بالآيات والأذكار في صورة تعكس الألفة التي لطالما جمعتهم بهكذا مكان وهكذا طقس ورثوه. الذين يحضر الأطفال هنا أيضا، فتراهم يتجمعون حول الكبار في حلقات قراءة القرآن التي تبدأ بعد صلاة العصر وحتى أذان المغرب في روحانية لا يكتمل الشهر إلا بها، ليبدأ بعدها طقس آخر هو الإفطار على موائد جماعية.